الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة ومغاشي لروى عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر الفهري القرشي رسولك عليه الصلاة والسلام فهر كاسانة كديايا. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ما يبع عنك إياكم يدس أبو عبيدة إيه النسبة لن نسبة يو أبو الشي الجراح أبو الشي أو شيء عبد الله يا الله رسول مغاجي عامر أو شيء مغاجي عبد الله الجراح أبو جيو عامر بن عبد الله ابن الجراح علماء قال علماء السير كمدة أما تراجمت علماء القرآن قال كمدة مركيو كشيك يايان قال ما يبشيغين الجراح إني أو شيء بإيه ومركيو النسبيان ما يرايان عامر بن الجراح علماء قال السيرين. لكن الحافظ من حجر الأسقلاني رحمه الله كتاب جي الإصابة في تمييز الصحابة ما يبشيغي إني علم الأكثر إيه قبان إني عامر أو شيء عبد الله إيه. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ولا تؤمن درسك الشيء قدونا تلمانتيش أنت سيك سريت كتابكم هنا تأخريا هنا صور من حياة الصحابة فرتسنا ما هي شيئنا قدال جينا ميك الشيء قدونا كتابك دكتيس لنسك فضبنا صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام مركي الخلفاء الأربعة لها كتبة لأن لكهر مريكو أبو عبيدة مكجر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه خيرك الدنيا ذا إيه آخرة ذا ضرافتيها كوكوبة الدنيا ذا انت سيسجيها كديري بصوجي أنا كتابي ما يبك ميدي رضي الله تعالى عنه ذاتك إسلام نمضه نهر مري يكمي ان اسره يو عثمان من المذعون صحابي قال راي يو عبيده بن الحارث بن عبد المطلب يا عبد الرحمن بن عوف ابو سلامه بن عبد الاسد ما يبحث الاسلام ان في ساعه واحده ورسولك عليه الصلاه والسلام دارتي الارقم ان ابي الارقم انت سنقلنا كهر يا هوض اسلامين مركم ما يبك ميت هاينا او كميد ابو عبيده تمنك قف انك هريت اسلامك يا كجره لما دي هجره هجره دي او حبشيد هجلن هاجراين هجرودي تي مدينين هجرودي غزواتك رسولك عليه الصلاة والسلام بدر ايو لك الدم بيد اما انتينا كقيب قاعدة ما يبقى كميد ايا تمنك يؤمن ولين رسولك عليه الصلاة والسلام جنادا كمرخة النغذي يا كميد اي رسولك عليه الصلاة والسلام ايضا اماني منزل ديرات ديرسي وندرسي قار ونكارغ الدوغنا مركي رسولك لأوف صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ميبان أرغاي ومده لما دقف انك خير بدن إني وإيين عمر يا أبو عبيدة سيزرادية مركي مسلمين تيكو كله من سقيفة بني ساعدة وأنصارتي وفضايين لان خليفة إني يهدور ذن أبو بكر مركيسو خدبي عمر يا أبو عبيدة ولا ماذا قنيات كشلق وذميري لما دقف كيس فضاسان دورة ذات كل ما لانك خير بنا لما لاسان أرقاها لكن عمر الديدي رضي الله تعالى عنه تي مركز دنب أبو بكر بيعلى لك قال هاي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أسيد دارمي قدال شيء عمر إني خليف نغل أبو بيد رضي الله تعالى عنه سون أرغدونا خلافة عمر يقير يوذي عمر رضي الله تعالى عنه ركوش سكرات نغذي أرنتم إذا كدار في خلافة لقف أو صحابة رسولك كمدة عثمان علي طلحة زبير عبد الرحمن بن عوف يسعد بن أبي وقاص لتقف ما رسولك ما يبقى كتب يسورها لك إيه
لتاسقف هتلاقين لانكي لتاسكمة ده يو أرجان خليفة كده كده عمر هذا اللي اسمه بكمية هايتي أبو عبيد هدي اسمه نوال عبد الله هاينا طلبوا من كل من وسكور رجيلها ما ننت قيامه بإله قبس دون جواب أنا كجواب هاي رسولك عليه الصلاة والسلام ديج سؤلي ومتكستم بلتا لانك أمانة بدن أمين أولا تأمدون أمين شنو ولبو أبو عبيد رضي الله تعالى عنه وأنا كلمة أو شيخ هذا درسي أبو عبيدة ضلوا عن كدكيه لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رسولك مري عليه الصلاة والسلام لكل أمة ومدولبة ما يبلتا أمين لن أمين أولتا أو لن رال لك أي أو لا آمين أو لك كل سجني وأمين هذه الأمة ومدون أو أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمين شنو أبو عبيدة حديث كاس متفق عليه هو إمام البخاري إمام مسلم بها والله ساري إمام الترمذي يو إن حبان حديث كاسي ميبا موريان وسؤال ديري هدوكو هرنا دروس تقارها كتلماني رسول كري عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أمدي لن كانك نحرس بو بلن أمدي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر أمرك إلهي لن كانك أبقنا ولبو عمر وأشدهم وأصدقهم حياء عثمان لنكنكو رمبا حشوتك انكو حشوت بغن عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ومدي لنك حلال اي حرام تنكو أغل بغن رسولك مري عليه السلام معاذ بن جبل وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب لنك أمدي انك أخري بغن كتابك إلهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وأفربهم زيد بن ثابت لانك علم الفرائض انك كدير مزيد وان لكل امه امينا وان امين هذه الامه ابو عبيده ومتكستم بلا تامين ومدون تن امين شنو الرسول صلى الله عليه وسلم ابو عبيده وان اميننا روايه البخاري ومسلم ولي وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده رسول الكريم ومضي هديون انا امه الاسلام أمين كان رسولك مري أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه كان ميبهاي وضيء الوجه كوجشي نوروهاي بهي الطلعة كوجشي ثيلهاي الوجه إيو الطلعة إسكمعنو طلعة شيء كسأول دينو استعماله وجغنو استعماله بهي الطلعة البهان والبواها يعني حسن الوجه الحسن والجمال يبهي قلن استعماله بهي الطلعة كوجه سيلهاي نحيل الجسم أو عاتئ وهاي لأنك جسم جردي أما جسم جئي كو عاتئ وهاي نحيل الجسم كويت وهاي ومبورنا يا أبو عبيدة طويل القامة لن ديرهاي خفيف العارضين عارضين شي ولبوها يراين عارضين شي خفيفة هاين مبضن هاين ترتاح العين لمن هون دود يكا نص داين او كراحي سداين لمرآه أرغوشي وتأنس النفس نفتن وهل ذاسي للقياه لكل موشي ويطمئن إليه وسهجئن حصلاي الفؤاد قلبك إلا ابتن وكان إلى ذلك أنت يؤجر تمي بهاي حقيقة الحاشية لن دين نولها يعني لين الجانب وكان مي بهاي إلى ذلك أنت نعطى شيء مي بان دارتي أو تلمام أسلها يكمتها يتيمهاي حقيقة الحاشية لن دين نولها يعني لصاحبه جئت أن مي يهاي أو لطيفة صحبة لين الجاني جم التواضع لن اسدل دكو بضنهاي تواضع جئت أن بضنهاي يعني كثير التواضع شديد الحياء لن حشد درنهاي إيه لن حشد بضنهاي لكنه سكان مي بهاي إذا حزب الأمر أمرك هوب أتكار وجد الجد نبتني نبنغته يغدوك وكلها وهاي كأنه أسأل تؤي الليث عاديا لباء القلي أوكر
lan deggan ahay laakiin arantahooba dhab deertona lan ka hawa ahay taas timaacni macnaheeda waliba waa lan umuuro uuse shakhsi a ka saabsan oo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiyo iyo dhaqanyo rasuulka ha ka qaadin rasuulkana calayhi salaatu wasalaam may bahaaye kaana laa yantasiru linafsi naftiis man aarsada jar walimixan esha daa'ida usoo shaktiyan laka suubsi rasuul sal allahu alayhi wasalam walmaba ha ka qaada jar laakiin hoobu xurumaadka ilaahay subxaanahu watacaala laku tumuda rasuulku markaasi dherifa jar kaana yaqdabu lilah saxaabada rasuulkuna saasahaya fa huwa abu cubayda yushbihu mayba angnagiyaa nasla sayfi seefta afdhow angnagii rawnaqan wa bahaa'an faylacanta yacni seefanimada iyo wanaagga seef afdhow ang malayaas rawnaqu sayfi may la eran yahay safaa'uhu wa xusnuhu albahaa'un waliba waa saas oo kale mata alxusnu waaljamaalu lay seefta afdheh yalla to-ayi hege seefanimada wayaxkiihi seeftiyasha bahaay xiddatan afki'i wamadaa'an waalgooyowka seefta afje wala toohaay dalikum kiidin kaas ee huwa usa amiinu ummati muxamed sala allahu alayhi wasalam nabiyulaahi muxamed umadiis amiishow caamir bnu cabdillaah ibnu ljaraah caamir bnu cabdillaah ibni ljaraah alfihri oo fihr ibnu maalik lang nisbay alqurashiyi oo qurashina lang nisbay almukannaa oo kuniyadiis haytay lanku kuniya dhikaaye biabi cubayda nacadta ay sifeeyey hu abu cubayda cabdullaahi ibnu cumar radia allahu tacaala canhumaa sifeeyey faqaala meera ibnu cumar halaaatun sido oo min qurayshin quraysh kamid eh asbaxu nnaasi dadka hanka faylahaayeen wujuuhan wuji ahaan wa axsanuhaa dadka hanka faylahaayeen akhlaaqan akhlaaq ahaan wa asbatuhaa dadka hanka sugan ahaayeen xayaa-an xishood in xadahuuka hooda kiin sheekayaayaan lam yakdibuuka beenma kiin sheegayaan wa in xadastahum haddii adan sheekayaasona lam yukadibuuka ma ka beeniyaayaan abuubakrin asidiiq wa cuhmaan bnu cafaan wa abu cubayda tamnu ljaraah sidiidaasayu sidiidaana kuwad kaana abu cubaydata may bahaaye min asaabiqiina alawaliina ila alislaam dadkii islaamkan hormar in ka horeeyey ya ka mid tahay faqad aslama ha islaami fi lyowmi ttaali maalintii kaxiigdii ha islaami liislaami abi bakrin abu bakar islaamowjay maalintii kaxiigdii ha islaami wa kaana islaamuhu islaamnimada abuubakarna may bahaaytay calaa yadii sidiiq nafsihi abuubakar naftiis yaha ka islaami mayba dareemo kortay abuubakar radia allahu tacaala canhu manzilada uu sakeleeyey islaamka dhatis riggaas oo hadda la amaanahay abu cubayda kamidayey mayba naqdaayana xasanatu min xasanaati oo ilaahay subxaanahu watacaala galmyaagii ahaa sababan ka dhekinyo ha islaamo wa calaa hada kheer kasto abu cubayda suubi ama dadka lamidka ee oo abuubakar galantis ha ka islaamiyo suubiyan abuubakar kaas oo kaliya leh saasa rasuulka calayhi salaatu wasalaam mayba sheegay ini irihan dhalana waana dhiyaana qof kurdi oo ka khayr badan abuubakar abuubakar radia allahu tacaala canhu afdalu hadihi lumma bacda nabiyi calayhi salaatu wasalaam famadaa bahi abuubakara bahi bihi biabi cubayda wa bicabdiraxmaan ibni cawf wa bicuhmaana bni madcuun wa bilarqam ibni abi larqam yamayba an la bahay ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka hejiye an la bahay hasheegni alxaafid radia allahu tacaala canhu kitaab jay alisaaba fi tamyiizi saxaaba tiuna hadda tilmaamanayahay tii maya sheegay abu cubayda ay hal mar hasla isaameena cuhmaan ibn madcuun iyo cubaydat ibn alxaari ibn cabdilmualib iyo cabdiraxmaan ibn cawf iyo abu salamata ibn cabdilasad meeray hal mar hasla islaameen inta hadda sheekh inta ka sheegay arqam ibn abi alqam leinka darna ila nabiy calayhi salaatu wasalaam fa aclanuu muujiyan oo edaayeen bayna yadayhi rasuulka hortiisa iyo kalimata alxaqi kelimada dhabtahayti laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ee rasuulka hortiiska idaayeen fa kaanuu may haayeena riguhat inta laha ka sheegay alqawaacida aluulaa aasaaskii koowad ahaayeen
التي أساسك سأقيم عليها لك كردسي شرح الإسلام العظيم باسم الإسلام كوينيتي أساسك لك كردسي هاي يعني اللبناتك يو أساسك أو إسلامك لك دسي هاي عاش أبو عبيدة والنولادي تجربة المسلمين امتحانك مسلمينتي تجربة القاسية أو أتكايتي في مكة مكدتية منذ العقبلة وبدايتها بلاوش إلى نهايتها امتحانك مسلمين تهمرين بلاو إلى دماد أبو عبيدة مالان مكموقناين روغي وعانا ما يبالا ببتو ذي مع المسلمين السابقين مسلمين تي إسلام كان هرمرين وسؤال لجرة يا ما يبالا رفع ذي من عنفها امتحان كاسي أذيكشي وضراوتها يشددي وآلامها حنونش وأحزانها مرغذي يمي بلا دبتو ذينا ما لم يعانيه وليون لدبتونا أتباع دين دين تترهن على ظهر الأرض دل كنكر جي يعني أمد أولا هدري أو رسول الله هدري دين قاد ذين دباتي أولا كلنا يا دباتا دا سيلو كلومي لكن ميلا شاوكوري رسولك عليه الصلاة والسلام صحابي دي سمركي شديد يولو كلومان يا مرمان ما يبكى صبر يجري ومضو يسين سين كهوري يندب كيسين لو كلوما هيتان دب كدورنغ لو كلوما جرين عرجة والله لا كمي دي لها قبو دي جري قل كلان قبو دي جري سيافة مدغ لك ساري جري اما من شارة مدغ لك ساري جري لما جاب يالك دكاي ومي بل حق وضعي شنغلو او برئيه يلبجي ايو سيدجي ايو لفاجي لتيو لنك شنغلي اي اران تازيني دين تسم كوري جيجر يعني رسول مركاسيتي وسخباب انغرايا هايتي لبكاه ديسن شغبا هايتان او غالبا سن سلعيا هايان سن عذابا هايان ومد اسن سن كوري ين يا لبكاه ديسن لكل ما هايتان لبك دوران اها لكل من رسول كراي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وسنفتيس ما يبقى اسك سبري جري مركي شديدي لباتتك دور سناتا نبي الله موسى عليه السلام ما رجري رحم الله موسى فقد أوذي أكثر مما أوذيته إلهي نحرسه نو موسى ويدي بكان لي دي واحد بك دورن الله دي ارجر مركان ان ما بل كل ما ابو عبيده ايو مسلمين تي او سابقين تا شددي ايو امتحانك اديك شيء اي حنون شيء اي دباتين شيء ما لم يعانيه أتباع الدين على ظهر الأرض ما لك يا مركون إني هو غلوي أما كبدبدين كجرته أما دليل أي أنباهت فثبت صغنا ذي أبو عبيدة للابتلاء امتحانك ينصغنا ذي وصدق الله إلهي الرمي ورسوله ورسول الرمي في كل موقف ملكست موقف كست حالت كستها وجه هذا إلهي الرمي رسول الرمي هدف جنو ميبا هايته إنيو كراحة يستدان آخرة كراحة يستدان هايته الدنيا هنو رجوين مكالله هاي سدرا ديو الله وليهم بها دياران هاي لكن محنة أبي عبيدة لكن امتحانك أبو عبيدة يوم بدر ما لنت بدر فاقت محنة ذاس ميبا كورمرتي في عنفها أذيكشي حسبان الحاسبين هان ولا حسابي هايان حسابتي وكور كمرتي وتجاوزت قذبت محنة ذاس خيال المتخيلين هان ماذا أواليان ماذا أوالشو أما دتكو الله من ملايان ملجو قرآن دافت والله ملايو أما ديكر ملايا سي دافتي امتحانك وأسول كل مما لنت بدر انطلق أبو عبيدة باهي رضي الله عنه يوم بدر ما لنت بدر يصول سوق قهرو يعني قال هذا مركاسي تمو وكبوضو بين الصفوف صفوف دتي ومرو صولة منقف غير شيء أما بوت شيء قف كاس أولا يهاب أنك أبسدانا الردى قيره لانهلاك أنك أبسدانا سيس اندقى القلاي سو اندقى القلاو فهابه أيك أبسدي المشركون قالال مركوس اندقى لمي لان قيره أنك أبسدانا الدقال شيء يسيلك أبسدي ويجول ورغي أبو عبيدة بوذي جولة منقف وريك شيء اما سعودي اما دقال شيء او لا يحضره انك ديكتو ناينا انك تحذيران الموت جيرا فحذيره ايك ديكتو ناذي فرسان قريش فردوليتي قريش وجعلوا فرسان تصميبه قد قلينا
يتنحون إنيو كدارا كوري بذن عنه عن أبي عبيدة كلما واجهوه مركز ديو كهركويا هوب يوجه عند قالك صف بالله رنا هوب كهركوي كوري بذجرة ويو أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه جيرزمك جبران يوم مركز ديار من هاين إني مركز جيري يوذان لكن رجلا واحدا لكن لن حالينك ومنهم فرسان تقريش كمده يجعل ميدو قد قلي يبرز إني يسهم بمبها لأبي عبيدة أبو عبيدة في كل اتجاه لنكس دتك كل كوري يوذين لن كو مركزها طوسه فكان أبو عبيدة تميبها يتحرف كوري قلوها عن طريقه جد شيء ويتحاشى كو اسك إلى اليوم هاي لقاه لكل موج أبو عبيدة وريجه لن كاسين وسون حبيك سلاي ولج الرجل لن كي ميبا كأتك يسري في الهجوم ورروك مركز إنيس هوارر وحبيك سل أبو عبيدة وأكثر أبو عبيدة أبو عبيدة نميبا بضي من التنحي كدير لوكي كوري لوكي وسد الرجل لن كي ميبا أوضي على أبي عبيدة أبو عبيدة كيري المسالكة والدين كلا مانتي ووقف ميبا سرمي لنكي حائلا حاليكو دحقل بينه أبو عبيدة بتيس وبين قتال أعداء الله عدو إله إن يسل الدقاء لما يدتيه سرمي ميل كليبك الديروين أبو عبيدة وسر لنكاس كوي دير أرى لنكو هوري قوي ارتس ليبها سرمي أبو عبيدة كبير ما يكوي قصة وقال لنكو هوري ارتس ليبها سرمي دقال كدونا كرهابي أبو عبيدة ملكاس ديار من هاين فلما ضاق به ذرعا مركوسا أتكي سدوا يا أبو عبيدة تمركلوس صوب يا مركلوس صوب مركوس كصواي أو عرير الدرامي يا ضرب ضوي رأسه مذجي بالسيف سيفك ضوي ضربة ضوتين ضوي أو فلقت جبيري هامته مذجي فلقتين لما جب مذجي ضوي مذجي لما جب نغل فخر الرجل لنكيدي سريعا حالي كود الكل دكي بين يديه أبو عبيدة هرتيس لا تحاول إنك ديشي أيها القارئ الكريم لانك كتابك أخريها يوي أن تخمن إني أذا قياسة من يكون الرجل أي هذا الدون لانكون السريع دول كلادك أي كي لأي لانكون والبان قياسة أما قلت لك أن ما يمكئرني إن عنف التجربة امتحانك أذيك شيء وأبو عبيدة قالي فاقك كرمري حسبان الحاسبين حان ولا حسابي يعني حسابتيوك كرمري وجاوز الجذبي خيال المتخيلين هان ماذا أواليان أما ولا أن مماليان ملجوك الجذبي مكارنا ولقد يتصدع ميلك يا بيني يسدن بلما رأسك مرقا إذا عرفت مركي أذكست أن الرجل السريع لنكد الكل بك هو عبد الله بن الجراح إني أسئي والد أبي عبيدة أبو عبيدة أوك يسدن إني أي مركز أغاية ميلك يا مدى إني كحنون لأنك مدى جبي وأبو عبيدة مدى جبي أوك يسدن هاي أو مشرك هاي لم يقتل أبو عبيدة أبو عبيدة مدلنا أباه أو جي مدلنا وإنما والكلمة قتل ما يبدلي الشركة قال لي مدلي أو في شخص أبيه أو جي بدان تسك جرتي شركة قامري أو لنكاسي أو عبد الله بن جراح العراقي كده جرتي شركة غاسك تخلص يا أبو عبيدة فأنزل الله إلهي مبهدجي سبحانه في شأن أبي عبيدة أبو عبيدة شأنجي إلهي مبهدجي إيو شأن أبيه أو شي شأنجي مبهدجي الله قرآن قرآن هكدجي فقال إلهي مريك على كلمة سي كلمة اسكرهاتي إلهي مريك لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد مهلات قوما دد ويؤمنون رميسا وبالله ألا واليوم الآخر إيمانا قيامة إسلامك أصلا يوادون جلغايان من حاد الله لن إلهي قرم مريء خلافيك كفري ورسوله ورسول جينك كفري ما أرغاسو إلهي لي دد رميسا
الله سبحانه وتعالى إمالنت قيامة إسلام ركاسنا قال هذا جيل ما أرقى سواء أرقى لما هذا الشيء والإنجرن والله الشيخة إذا تكاسي قال هذا جيلين غابين إيه أما الشيخوك اللي الشيخة إني المؤمنين غابين إيه يعني أيضا ما يبا الشيخة رميوك إلهي لرمي قيامة ما يبا ميلك سارس قال إني لجيلة خب لنك إلهي أسر رمي آخر أسر رمي قلب جي محمل كر إني قال أسجيلة قلب جي مقال كر ولو كانوا هابهالين آباءهم أو تاذي أبو عبيد رضي الله تعالى عنه أو كيس دالي يما حبا من قبرنا مركي أو كاسوس قال لما لهن دقا لما قال لما صفيها قالي أو جي دلي أو تاذي هابهالين أو أبناءهم أما أولادي بهالين ليلة أو أبناءهم أو بكر ما لنتا سيئنوك أسدالي عبد الرحمن العراي يعني دل فري لكن ديروا أو إخوانهم أما ولا لذا ضبا هذين هاني ولا دل هذين مسعب ابن عمير ميلا شيري مالن تاس ونوك سلا دل هذين ولا لذين يسدلي أو عشيرتهم أما قرابدي وبا هذين عمر مالن تاسي ميب الدلي اللهم سقريب لهاي حمزة بن عبد المطلب إيو علم بن دالي مركاس ميب الدلينا دديو قرابدي وهايين إيو عبيدة بن الحارث عم عبد المطلب ما يبدل شيء على شيبة من الربيع يو عتبة من الربيع يوليد من عتبة عشيرين هاي إلهي مر أولئك هانسي هانو هان إلهي رسول جي هوب يرميان قيامه يرميان قال هذا كبير نغضايان كتب إلهي قري في قلوبهم قلبي أرجو إلهي ما يبقى قري الإيمان إيمان قلب جلن قري وأيدهم إلهي هوجي تاغيري بروح منه رؤسه جيك هذه إلهي كتاغيري ويدخلهم إلهي قليه دتكونوا عاس أوكال أه جنات جنوين إلهي قليه تجري سعراس من تحتها وستيه الأنهار وبيال سعرايا خالدين حالين هانو كوارو فيها جنالتة يعني حال مقدرة والعرة جنالة إلهي قليه حالين هانو لن قدري إني كوارا رضي الله إلهي هرالا نغذي عنو بيهجوا إلهي هرالا نغذي إلهي والمنقضة ورضو يون هرالا نغذي عنه إلهي جهرالا نغذي أولئك هانسي حزب الله إلهي حزب جيه ألا أغاذ أبرارك إن حزب الله إلهي حزب جيه هم يو المفلحون هن لي بنايان هانسي أبو عبيد رضي الله تعالى عنه إيو رجل متكئه ليبان تاسي إيو بشارة راس أو إلهي الشيخ سبحانه وتعالى إن يجنا ذاسي قلايان أو إلهي سبحانه وتعالى رالك النغذي يون إلهي رالك النغذي سعيد إن شيخه يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن شيخ أبو عبيدة إذا قل متك آه إني رير جنا ديوئين في الدنيا ذو كنولين يجنا ذا لنك بشارة مين تاسك ديرنا حقيق جد حقيقين إيمانك إلهي الرمي سنين سبحانه وإيه قيامه ولبوا إسلامك إيو قالنا ماذا يشال كسين مركز إسلامك يقال ذين قادو شيء دبتي أو قال ذين قال ذو أو اللهم اللهم يو أنك جرنا يقال ذين قال ذي يكفر ذين ذاتك إلهي ككفري سبحانه وتعالى أو كتاب دي بيني ككفري أو ككفري وأنا كفر ذين ولفلا ينها ذين أو تيدي والله هذا ولا نجد والله هذا دريك نغري ويو إلهي سبحانه وتعالى يحصص ندر دارمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان تدك إيمانك لك هليو أو تيذن إيو لانجوك إنك دكتنا إله أريهان وحرير سنتها يو إسن جيلين ولمو عامل وضسان ومحبنا سنك دهيت إنك دكتنا أمو إن استحبوا الكفر على الإيمان أو تيذن إيو لانجوكاس هوب قال لما إيمانك قال لما يدور ران إلهي ما إليه برك نغذا وما يتولهم منكم فأولئك هم ظالمون لانك أو قال إيه هريري أو ولك دكذا ولا قال إيه لانك هريري أو ولك دكذا كاسية ظالم ظالم كاسية إلهي سفنين تلمان مركيه حقيقة سيء أغالين سحاوض رسولك صلى الله عليه وسلم وانا يرميين وانا يكعمل فلين يا إلهي سبحانه وتعالى مغاج ونواري من زلسة فيلين إلهي آخر الدنيا ذا بسي لم يكن ذلك عجبا لم يكن ذلك رنتاسي مهين عجيبا والله لياب مهين من أبي عبيدة أبو عبيدة هجي لياب مكهين رنتاسي
فقد حقيقي بلغ مي بديري من قوة إيمانه بالله رميوك إلهي إسر رمي هج مي بديرتي ونصحه لدينه إلهي دين تسنوس أن خير ميرا أو داعد أن هذا مي بديرتي والأمانة أمانة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أمديس أمانة سهم بارسناي مي بديرتي مبلغا ميل لدير أو طمحت أن هنقل تيكتي إلهي أسهجي نفوس كبيرة نفف أووين عند الله إلهي بالسكوين ين هنقل تيكتي منزل أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إيمانك إيا النصيحة أمانة أسك ديري منزل ذات أي جيل ذين أسك ديرة دبلن وإلهي بالسرفك الله حدث أي شيء كي ورمي محمد بن جعفر لنك الأروب قال ما يقدمها قال وفد وفد من النصارى نصارى كمدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه قال فقال وفدك ما أري يا أبا القاسم أبو القاسم ابعث معنا أو نيدر أو هنيدر رجلا لنك من أصحابك أصحابتك مدة ترضاه لنا على هالنين كنغراس ليحكم سوس حكما بيننا دتانا في أشياء أموري وليال ومن أموالنا أمو حولنا كمدة اختلفنا فيها ونسك خلافنا فإنكم اسم عندنا بالنا معشر المسلمين هو باسم يتين مسلمين مرضيون بالنا ميبكيتينها نهاللك كئي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مأري ايتوني العشية قلبتين كويا أبعث معكم ميبسين كدري القوية الأمينة كي حوق بضناي وأمانة بضناي سنكدره قال عمر بن الخطاب عمر مأري فرحت ولبوا كالله أما عراوي فرحت عراوي إلى صلاة الظهر صلاة الظهر ين عراوي مبكرا واختفيل وإني أنينا ما أحببت مجيلنا الإمارة ملحتنما حبي جيلنتي إياها إمارة نجيل يومئذ وعلنتاس فجاء نكون رجيا وأنا رجيا وإني أنا نغضى صاحب ذات صاحب هذا النعت تلمان تنطن آه لنكلك تلمان القوية الأمين إني أنا نغضى نؤجي ما أنت اسمع إمارة يتمني فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركيس نتوكيسي الظهر صلاة ظهرك جعل ميبا قذقلي ينظر إني أسفيري عن يمينه مدكتس إيو عن يساره بذتس فجعلت مبقذ قلي أتطاول له إني أنا إنس ديري رسولك ليراني سوسئين أرق قرتتين فلم يزل مكزون رسولك صلى الله عليه وسلم يقلب حاليك قد قد يو بصره أرقجي وانتفيري وانتفيري وفينا دتان حتى رأى إلى أرق أبا عبيدة من الجراح فدعاه أمويري فقال ميري أخرج به معهم دتون لبه فقضي بينهم لطيح حكمي بالحق حق حكمي فيما اختلفوا فيه ولا يؤتك خلافه فقلت ماري لي يا عمر ذهب بها أبو عبيدة نعتلي يا تلمانت أبو عبيدة الله باي وسي قابل حديث كاس أو تلمامو ورسولك عليه الصلاة والسلام إني أبو عبيدة كتلمامي أمانا حديثك قوة تحمرني حديثكم نوصول السوني لكن قابك الشيخ انوري من صغم حديثك إمام البخاري إمام مسلم بوريين إمام الترمذي نوري علم كلام نوريين لكن من يبقى نوريين قصة دار والبلغة كبدلا ولكن بدلا ما يبقى كمدير ذاتك رسولك أنكوين حديثك ما تلمع مؤيني إن سارة هاي بل طوائب غير ما يبقى إدعايا ذات مسلمين إني وهاي أو غير نجران إني وهاي يا مركاسي تلمع مؤيني أو رواية قارمي بتل ماما يعني إني أرن يا رسول الله إني در لن أن براو سنة الإسلام لن سنة الإسلام كن براو إني در أرن حديث بخاري مسلم يبقى أنغوريا يعني من حديث حذيفة لفظنا مسلم إسكالي قال حذيفة ميري جاء أهل النجران خير نجران كوين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ميري يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا لن أمان الله هنندر أو نيدر فقال صلى الله عليه وسلم رسولك ما أري لا أبعثن إليكم
رجلا امينا حق امين حق امين ميدس انك دري او حسين دري لان امان الله امانة امين دبجين اه حق امين امينك دبنك هاي او حسين كدري قال مئره حذيفة فاستشرف بها فاستشرف لها الناس تلمان تسيت كان هنقل تيجي لان كاستمي بجيلي دتكون لان كلا كدرا وينو يسنغل فقال مئره حذيفة فبعث أبا عبيدة تمن الجراح رسولك ما يبدل أبو عبيدة ودل بخاري مسلم قاب كاسان ورياي لكن رواية كلا وأبو يعلى إسكله يا ما يبتل ما مس من طريق سالم عن أبيه سالم إن عبد الله بن عمر يا أوديك ورياي عبد الله بن عمر ما يري سمعت عمر عمر ديه أبلان عمر عليه يقول سؤلي ما أحببت الإمارة قط ما ضحتنا ما ولقي مجيلنا إلا مرة واحدة هالمر ما هنا مركز أشياء كذا أشياء وفد النجرا مركز سلكم كويان ما يريد عمر فتعرضت رسولك إنس بندك أن تصيبني إن تل ما أنت سي أسيب تدرادية فقال رسولك ما يري قم يا أبا عبيدة أبا عبيدة وكوائر مركز ما يبقى نقد نغلاسي أو ملاحظة نغلاسي دت كاسي كوين مهاين دت أو قالة مهاين دت قالة أو مركاسي فضائن اللي حكومة مهاين دت مسلمين أو هاين أو فضائن سنة الإسلام كإني لبرا سنة الإسلام كإني لبرا دت فلوا هاين أو ما أرينا سر مثلا حديث كأنس مسلم رواية كلا حديث أنس ما يبليا أن أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم غير يمن يا رسولك أنكوين فقالوا ميرين ابعث معنا رجلا لنكوني در يعلمنا السنة والإسلام سنة الإسلام كان نبرو نصارنا ولبوا سنة الإسلام ولهدد إباهان كالقبط ملا مركون سو سواب كدت كاسمي هاينا در مسلمين أو هاي هدل إر مثلا مسلم إيو بخاري مرمي بشيغانا حديث حذيفة ميبت الماما هي دت كاسي وفدقاسي أهل النجران إني يهاين حديثكم أنا سنة ميبة المامير هر يمان إني هاين أهل النجران ولبوها أهل بلد قريب من اليمن وبلدكو يمان دود الدقو مركوم ميبة لك يا بالراوغة إنك خلدني ما دام النجران يمان نسلوين حديثك أنا سراوغ ورياي إني مركاسي من أهل يمان ساسوسن أري وإلا ميك لدي كورتي لما قيس إني اعتمدونا دات كاسير هر يمان إني هاين مدونة غير نجران إني هايان وانا تنهور يا بو يا حافظ كساسة المامين رسولك عليه الصلاة والسلام مركوم ميبا انك مرخاتنا نغذي حديث كاس أبو عبيدة إني يسعي القوي الأمين ولا بعثنا عليكم ميبا سينك الدرام إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين لما طوك يا كنغني لن أمان الله أمان ذي سن اللي سكهو بيا سينك الدرام مركاس أبو عبيدة وكدر ولم يكن أبو عبيدة أبو عبيدة مهين أمينا فحسب لن آمين إلي مهين أو بسء وإنما والكلمة كان ميبهاي يجمع كل ميوهاي القوة أودي إلى الأمانة كل مياي يعني ميبه إذا كدرت ذي القوة والأمانة مين اللي أريد واجتماع القوة والأمانة في الأمة قليل ومددتي لن أمانة إيو أبأذيك إذا كدرت ذي إذا يري اللي أريد خلاص ذات أمان الله لكن قوي أن لهاي ساس أكل ما يبهراس تقول له خلاص لكن أمان أن لهاي ذات كيس كدرس بين القوة والأمانة ما يلعريه إيدا يريين أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إلا ذا سكجري ما يبهس كدرس بي القوة والأمانة قبرتي نبي الله موسى عليه السلام إرنك أنورا بيأي أو جمرك يلا حوالا سمرتي يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أو مرتي كان شقالك ديكوي لان هذا شقال ديبت اينك فايله لان لما لاسس كدرس دي شقال اللي ديبن انو سي اوودن لي كارتن لي قبضكر امانن لي ان خير من استأجرت القوي الامين ابو عبيدة مركون اما امين بس الي مهينة لان قوي انا هاي لم يكن ابو عبيدة مهينة امينا فحسب لان امين الي مهينة وإنما والكلمة كان ميبها يجمع كل ميوهاي بين القوة
إلى الأمانة، وإنما والكلمة كان ميبهاي يجمعك كل ميوهاي القوة إلى الأمانة أود يك درس ذي أمانيس. وقد برزت حقيقها ظاهرتي هذه القوة أود سها ظاهرتي في أكثر من موطن هالميل والكبضة، يعني أبو ويد لن قوي إنو ساي قوي لكن شيغاها يونا ما إيه لن بورنو أو فيروينو أو ميكوين. القوة الإيمانية وتعادلة المامهاي، وإلا حتى شيغني مثلا أبو عبيدة إنو ساي نحيل الجسم لن عاتيوه هاي، لكن أود اللي شيغاها إيمان كجي قوي كهاي لن أتأذيق لوه هاي أو محنتي الشدائد لباتوين كا أنظل قعضك رهاي. أبو عبيدة قودي سهموغتي إن لما ذو قوة وانا نسباهين القوة الإيمانية والقوة الجسدية لما ذا بهو قفكيس كدرس الإيد عن فيلات لما ذا قفه بلان كون قوي أي مؤمن قوي كون مؤمن ضعيف إلهي بالاسم بلك جيليا مؤمن كقوي رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لأنك مؤمن كحوق له شقذا لنباهم يقب ذكر هدي دقالة تدقال مكر هدي والقابر والقابكر والهم باركر كاسي يا خير بدن وأن إله جينا لنك جيلا بدني كمؤمن كضعيف وفي كل خير وفي كل خير فكسنا خيرا كسوه. برزت ظاهرتي يوم ما لينها ظاهرتي يعني برزت ظاهرتي قوة أبي عبيدة برز ظاهرتي ولبه قوة أصول برزت ظاهرتي قوة أبي عبيدة يوم بعث ما لينتي أدري الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم جماعة كه أو من أصحابي أصحاب تيسك مده وسدري ليتلقوا سيون لكل من عيرا قافلة لقريش قريش صغنان وأمر أو أميرك ولي عليهم قافلة ذات كرشونة أبا عبيدة رضي الله عنهم وعنه كما على لما أنتي يسوب إليها كرالنا هذا وزودهم ميبا سحي أنسيي جرابا جرابك أو من تمر تمر أه كيشكو تمر أوا ميل أري جماعة على سيلسي جماعة على نبضة نايتي سيدح بغل الديرين سيدح بغل قف يديرين. لم يجد لهم رسولك من هلنا غيره كيش كاس تمرتئ ما هنا والكل دس كاسي وسسحي عن أنسي رسولك من هلنا. فكان أبو عبيدة أمير كامي بهاي يعدي سياي الرجل اللنك من أصحابه أو رجوس لصعد كمده كل يوم ما لنك استتمرة تمر طول سياي لم بع ما لنت ميلي تمر حبض تمر أولي فيمص أحد كاسي بوغي هات مرتي الواحد فيمص دوغي هات مرتاسي الواحد قفك منهم يكمد كما يمص سوس نوغو السبي نوغ برع أمه آليس ناس يسونوغ نوغو يا مدرسي نوغ هو عنجا لغم قل بنجري وكا نافاس أقدا ولا كدد داية تولف دون دوغ ثم يشرب عليها ماء كدب بيك ورابه فكانت تكفيه يومه إلى الليل ما نسيت كفلنا حبضت مريه رابطي دون دوغة إلا أو كوكو بيه كوارابي تاساك هول قلاي دقايا نلنجيز حديث كاسوليب هو حديث أو صحيح أو إمام البخاري إمام مسلم بها وريين من حديث جابر حديثنا داري أن جابر رضي الله تعالى عنه يكي شيكي ياي ماري رسولك عليه الصلاة والسلام يعني اندري سؤال مركزي أنكو هرسينا أو قافلة أو قالات قريش اسك الله عين سؤال قبقال أنكو صوبنا يا رسولك نندري أبو عبيدة أنا أمير من كدكي جيرابك أو تمر أو رسولك سحي ننسي أبو عبيدة مركوم مالين تبلنكي عبدو تمر أو سياي وسي فاشينك ما دام أو سحي وسي انقيبية حبداسي يا سياي جابر ميل ويدي حبدو تمر أي ميكو صوبي جيسان قابسين قال جرتين meere markaasay lankaana dun dhugu jiray soo noga naaska waadis nun dhugo oo kale markaasay bii ku waraaban ila maalintii ne filnay yaan wali buuha almihim wali buuha dulqaad oo gaajada iyo oonka markaasay un dulqaadeen ahay been qazudi iyo shaqada lan diriya galan markii dam meere jaabir dheeranay mayba seenay saahil albahr badde xeebti ayaa seenay iyo markaasay
dad laf ima qaar isku duuban eh gaajadan dul qaadeen oo muddo dheerna markaas duurkaas ka jireen meere jabir radiyallahu ta'ala anhu badi habti markan dhawaanay mid baan in moowtay wal oo adan malaayaas baad iskorkori oo kan ya badi habti hanin ku dhawaat hanin ku moowl seeni meergaane daabado daabad oo badax ka bati abu uleyda meereeyee innaha mayta baqtu markaas meerey bal antum رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد ضررتم إليه فكلوه في مئتين دد كي إله رسول جهة در يأتين دد إله جديك در رؤو مجاهدين يأتين وانا جيك بخطيني آنتان ويسين لبا تقلي باهن تين آموة مركاسين رقي دين دد كي باهن آي يدابدا سيكور دين دابد يا مركون لا آمي شدح بغل قفاهاين dun yakur degnaayna aamayn jabir mar yahay ku kulusaane hilibkaasi bila aamane yaani 300 qof hilib oo aamayn bil kaamil ah yaani daabada weynantii oo kutu siyaas jabir eedan ka sheekay mar yahay daabadaasi illa goof je mille illa markii leebi gudka yami ba qaadanay kuud ya qaadanay markaas subag ay ka darsadaan illa goof je ya kuuda qaadanay subag ka jiray hadarsadaan markii suuqii la dhamaay ya abu ubayda may baasaari sidoo qof oo rigi saxaabada kamida sidiiin baawari ila gada ila galay meela koorex sidii ila galay abu ubayda may basuubi daabadi feer kamida waa qaadi feertiya sun teegi markaas gaali ama gurbiyalki rigoodadeen gurbagan ka dheer ya meelahay roroy horoodis iyo alaabtiisa la saaray markaas meere surmaysan ka dheer lankan ka dheera gurbada la saaray markaas samay leer gurbadan taa kamaad lankii ee gurbujay fiirto hoostay oo kumooda anaa ku tusiyaasay daabad meeli la akay tol ilaahay la ogyahay kidu maareeyaa may ba ku goos u dirnay gobolka oo dubul la ek lamba qaybisa goos markii uu aanay wala dhamaay wayni markii dad meereey lulaysin lida ka dhikin in jijiisin horne walaan qaadan uno markaas ay ku kulusaaday hadbedelaya rasuulka insaani رسولك ان شيخني صلى الله عليه وسلم رسولك مري عليه الصلاه والسلام رزق اخرجه الله لكم فاشين رزق اله سين بي هايه فهل معكم من لعمه شيء يلبج ولك ودانا مركاس مري جابر ولا ان دين رسولك صلى الله عليه وسلم شنو ولا كامير يعني قصه هذا ما بلان قال هاي ابو عبيد رضي الله تعالى عنه امير الجيش هاي غزوه راسيه الغلكاس من دري baahada iyo markaasi ka shaqeeyaan baahada ka shaqeeyeen maalintii ee istijaabi timirto oo ku noolada korte oo ku rawu korte wafii yoomi uhud maalintii uhud xina huzima muslimuuna markii muslimiinta laha jabi wadafiqa gudgalay saaxul mushrikiina gaalada kiid iyo qayliya yunaadi inuu saka qayli dulluni ala muhammad dulluni ala muhammad muhammad itusiya محمد التوسي مركز كقيل ياي كان أبو عبيدة أبو عبيدة ما يبهاي أحد النفر العشرة ثم كقفل كمدة وهاي الذين هانا صحابو هرهير رين بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي دتك مركزي للروبي أنرورنا يهاي رسولك كورك سيدين ليدودو سيون دفاعا عن رسولك صلى الله عليه وسلم بشدورهم هبتجو رماح المشركين ورمضا مشركين تهجمها ينسي هبدي انك كان رسولك انك دفاعا يتكا ساكمتها فلما انتهت المعركة مركي دقالك استدام هذه كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك ميبها قد كسرت تولج بي رباعية افريد سلج بي الرباعية السن التي بين الثنية والناب الكتة فولة يميد اندهيت يمي الأريه رباعية الأريه الكوبين أدن كا ما يبين فجرة أن الصنايا لما ذا سفولت أو فنادك وطوصن تنق إتن ما الأريه الصنايا قريحوس بالله لما ذا الصنايا ما يبك يجي لما ذا كلا تنق إتن أفر إسكيم رباعية والأريه تونون تو تونون تو تونون تو تونون تو رباعية والأريه ما يبك يجي الأنياب أما الناب ميد ميدين ميبك الأضراس الكم ركوم أفرت على سقيب هذا الصنايا والرباعية والأنياب والأضراس
رسولك عليه الصلاة والسلام على أنت أسميه باللي جبيه رضاعية رسالة جبي وشجع ويدغري جبينه وجشي ضفور جينا ويدغري وغارت قلي في ودنتي لمذيس ضفور يمي بقلي رسول صلى الله عليه وسلم في ودنته ده ضفور جيمي بقلي حلقة تاني لما برد أو من حلق درعه عن بربرات كيوس انك جري دراوي كجرين لما بيرو هذا رسول صلى الله عليه وسلم تكك قاله فأقبل عليه أيها قابل إن كوي الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد سؤال فضو انتزاعهما لما ذا صبره دينوس هسيب من وجنته رسول كدفور دينوس هكسيب سؤال فضو عن كوي فقال له أبو عبيدة أبو عبيدة ما يبان إري أقسم عليك إلهي كداري أبو بكر أن تترك ذلك اللي دراون سيبه جو أني الناس أني رسول كسيبه الناس فترك أبو بكر أنضافه أبو عبيدة وأنضافه برئيس يوجد فخشي أبو عبيدة تميبك أبصده إن اقتلعهما هديو سهسيب لمضاس برد بيده قلنبس هديو سهكسيب أن يؤلم إن يسحنه جي أو سلاه سي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي هو قلها كقبل سهجيد إن رسولك حنوجيك أبصده فعب كده على أولاهما لمضي حلقه تنكو لك ده بسنيته أو سنيدي سكك به عبدا لغو أو قويا حبا بثنيته لمدي سنة يضوط يكك به عبدا لغو أو قويا حبا الثنية ميليا وجمعها ثنايا وهي أثنان مقدم الفن أفكو قيبتي صورة الكوجة وثنية لعرف عبدا قويا لغو ألغاك به أو محكمة لأتكاي فاستخرجها بارتكو ذهب بي ووقعت ميبا ديدي ثنيته ثنيدي سنة ديدي لما دي الكود أوف والله هاي انتوا ديدي ثم انت كديب عضا هدن ميبا كديدي على الأخرى بارتكالي هدن كديدي بثنيته الثانية فولك لا هيرتيك كديدي فاقتلعها بارتيها سيبي فسقطت ثنيته الثانية الكدلما ديانا ديدي قال أبو بكر مئري فكان أبو عبيدة ميبا هاي من أحسن الناس هتما فندت كنك فنف إليها مركون إلكي أفجي انتقل تورو قفتي لما هذا الثاني يودبين ما ينغد مركون ميلي بناوت من أحسن الناس دات كانك فإلك مدى هتما ولبوها فناها الأهتم ميبا لأري من انكسرت ثنيته لانك لمدي سفولوت يبين يمي لأري أهتم لأري مركون أبو بيدا لما هذا إلكوض ملاين برواش رسولك سهكسيبي صلى الله عليه وسلم يلكوجي اللذية لقد حقيقة شهد أبو عبيدة حاضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مع شيء المشاهد كلها معاركتي إيو غزواتك دمانتي والله حاضر منذ صاحبه لها كبالله حلوه صلى صاحبه إلى أن وافاه اليقين إلى رسولك صلى الله عليه وسلم قريد سنك كويت فلما كان يوم سقيفة مالنتي يوم سقيفة مركل الديري يوم سقيفة ومالنتي إن أو مسلمين تي وفضائين إني مركز يصوب سلطان خليفة رسول كان تلين دومن كهرب يوم السقيفة المراد به يوم بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد تمت بيعته في سقيفة بني ساعدة أبو بكر بيع اسمه بكتام نغتي سقيفة بني ساعدة دتي فلما كان يوم السقيفة مركل الديري قال عمر بن الخطاب ماري لأبي عبيدة ميدان إري أبسط يدك غلنتفلي أبايعك بيعك لقلي فإني أنا سمعت دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسؤل لي إن لكل أمة أمينا ومتكسر ميبا لتالا أمين أولته إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة أذين ميبا يتاوم دونتا أمين شوائد فقال أبو عبيدة ماري ما كنت أنا مئيه لأتقدم كوكهر مرو بين يدي رجل لنهرتس كو بيعلو كقالو ميه لنكاسو أمره فري رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمنا إنوسي إمامنا نغنى في الصلاة فأمنا إمامنا نغذي فأمنا إمامنا نغذي حتى مات إلى أستكدم ذاي هذا الكاسي نظرك السهوم ما لنتاس يوم سقيفة
عمر رضي الله تعالى ما ارنا وبيدك اللي بلا ما مر عمر رضي الله تعالى عنه ما ارى مركي جيت كلها كدرر غير انصارت يوم يلك هرمرين ومركي رسولك صلى الله عليه وسلم جيريودي او مركاس عاود قار علي يا عباس يرك بدنا مركاس كمشغول سين رسولك دغوتي يا صحابه ما يبه ديرتي غير انصارت يا كلمن ما ينك كلمنا سقيف بني ساعده ما ين فضايانا لان خليفه اني دورنا انصارت مركاس ما يبه ارغاينا اني خلافه دي حق انلي صحابي سعد بن عباده لا رايه مركاس فضاين اني على مسارا خليفه المسلمين كدك ابو بكر رضي الله تعالى عنه يا عمر يا ابو عبيده ايرك صحابه هسرهن حبهن مركاس رد انصارت انسيدان عمر بار انت جيت كل كجر لك دريريا هذا قونديس هذا عمر كي مجلس كل سيده انا كهذا لا فضاو يا ديار سيدي جيت كدتي هو ميل لا سيدي كوي هذا لا اسري ابو بكر ما اري سوق ابو بكر هذا لي ميري والال ولدان هيدي كوي كهذا انا الله يا ابو بكر كهذا لي قابك انا كترق لي قابك فلان ان شيء والكلانك الدريال ابو بكر مركي خطبه وديا او ما يبا شيغي خلافه دتكن حق لي اني اي مهاجرين خاصة غير قريش الدين ما يبان شيء رسولك عليه الصلاة والسلام إنه سأري أرنتم أو خلافة قريش مكزولسة انتب لما قف يكمد الرغم يوليك هذا وما يبان شيء شرفتين إني سنتين أنصارت رسولك سنتين أو وزراء إتين مركاس أبو بكر سأري لما من قف عمر أما أبو عيدة لما من كيس فضاسان دورة كدبن عمر هذا لي أو كلمات كاسي لنك أري أنا لنكي إلهي سبحانه وتعالى رسول جي أو سرادنا أو نينك آمني أو هاي لنك نينك خير بدن أو نينك علم بدن أو رسولك نينك جيلو بدن لنك هاي أذي أبو بكر أو أذوره دي لنك كلا خليف من غضايو قلن تفذي بيعكي لقلي لنك عمر هاي ثم إن تسكدي بويع وإلا بلمي بعد ذلك لأبي بكر نصديق إلا لبلمي فكان أبو عبيدة تميب هاي خير نصيح له لطليك إنك فيلهاي لأبي بكر في الحق حقك لطليه وأكرم معوان كالميك إنك فيلهاي له أبو بكر على الخير خيرك إنك كالميه ثم إن تكذب عهد أبو بكر ما يبدر دار مي أو بل مي بالخلافة خلافة من بعده قلال دي إلى الفاروق عمرا در دار مي فقال له أبو عبيدة يمي بان فدانا ده فدانا هجان سمي له للفاروق ابو عبيده بطاعته باعه يعني ورديه قاضي ولم يعسه معاسن في امر امر مكعاسن الا مره واحده هالمر ما هنا هل تدري اقسمت ما الامر امرك الذي امرك عسى فيه ابو عبيده وسديدي امر خليفه المسلمين ولقد وقع مبري ذلك ارنتاسي حين كان ابو عبيده أبو عبيدة مركوسايك أبو عبيدة تمن الجراح في بلاد الشام ولكن شام يقود حاليك هجاميو جيوش المسلمين إلى مدى المسلمين أو من نصر قول إلى نصر قول كالسوك هجاميو حتى فتح الله إلى إلهيفر على يديه لميذس قلنات الديار الشامية ولكن شام يعني سوريا لبنان أردن فلسطين حلب دوكاس نو اسكجر يا شام لا ري خيلغاس يلا فوري اين اسلام كا دير في غالدي هايستي كخري ابو عبيده رضي الله تعالى عنها حتى فتح الله على يدي الديار الشاميه كلها فبلغ ميد ديري الفرات نهر الفرات يديري شرقا بري مركلن فيري واسيا الصغرى اسيا يردي شمالا وقوي مركلن فيري انت اسفك اسلام كديري عند ذلك مركز بالية يدهم ما يبقى ديي بلاد الشام طاعون عذر او طاعون لأراه او نور او لولاه كدلوه كدب لانك وليرنا ولوه كدب لانك ما عرف الناس دكي انكسنا مثله اسعوك لقض ولشو فجعل طاعونك ما يبقى قدقلي يحسد الناس حسدا دكي نؤس الشف دكي يا اسرارهين دمشق طاعون كاس مرمي بجرتي حديث او صحيح اه صحيح كوروري عمر رضي الله تعالى عنه يا مرمي بفضي في خلافته انه يسي الشام زيارة مركيو يسي ميل دتو يسي ديري
يا ميبلن شيخ عمر رضي الله تعالى عنه إني بلاد الشام ضاعون كجر مركز عمر ضد ميبل السعودي أو أعيان إيه والله السعودي عمر الشكي ما يسأري بحاسة تكون جيسة أما نغضر أو أضيال قريش إيه الله السعودي أنصار المهاجرين الله السعودي مركز عمر رضي الله تعالى عنه ضد كيال الطلبي ضد كيال الطلبي أو مأري مأر غاسا أو ودنكي ميلون سعنا طاعون عن سعنا كجر اللي يمي ولنا تتقار مأريني أمير المؤمنين أرن إيو قوان طليهم بطي مركز أن تكوي تقنادة مأرينا إلهي تلسارو إسكوبا قارنا مأرينا عمرو أي كي لجرى وغيالك يكي لجرى وغيش وغيالك أنصار ربا كي لجرى أنصار مهاجرين وكي لجرى عيانت يكي لجرى إدت كي انهلا دو هو بل كيري ميلو طاعون كجرى نغلات عمر رضي الله تعالى عنك شرف يا رمضان الأنصار الله تعالى يا رمضان المهاجرين المركو ما أردتك وديالك مينين الله تعالى ذي مرك دم ما أرجعه تراضي أردتك أنبضتي إني لنقلنا أولهرة عمر قوان كاسق على الله نريد تكن أيك جاء أبو عبيدة وكجري مركز أبو عبيدة وسوا مركز رالله مكهين إني لهرة مركز ما أرجعه أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين مرك أن تكويتي ين غلا ولا تغرو إلى قدر يكرو رسوا قدر إلهي كرورة وارنتاسي عمر ماري لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لنكو أدن هاين إرنين رونيتي مركز ماري نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله قدرك إلهي كرورة إلى قدر ينرورة أبوه قالوا قربوك أو وذته جيت كل ما ديس دين دينيكو أنا برواغئت دينيكو أنا قيلة جو لان لهاين هدي دينيكي قيلة داق الله إلهي كتوسي ستة قدرك إلهي لأيمك داقنا أويك يا هل فررت من قدر الله يوسف لندولو يا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مركزي دت كل جري لكن إني جري يا كوي وركي الله إن شيء مركزي يعني أورسين هاي حديث رسول هاي دود لي ما هاي يعني رسول كماري صلى الله عليه وسلم هو إسن ديقدان بلد أو إسن روقدان طاعون كدي أنكبتين بلد كاس فرارا منه إسن أكرو رفا أنكبتين هو يسن ديك دم بلد يسن جيد دم أو طاعون كجران أن قال لنا رسول كير عمر إلهي أن معه يعني قوان كي لقى هذه من طاعون كجر إني لن قالنا أو هدي بلد كأذ روج طاعون ككدي إن هذا كررت مئة بلد أو طاعون كجر لكن شيء إن هذا قال له مئة عديد كصحيح ساسا كرر مرك عبد الرحمن بن عوف وركاس شيء عمر إذا كفره إن وأن قوان كي قال مركاسي مقال مركز قصون كلامك سكلو وسشيراه شيخ عند ذلك مركز بالية مركي يعني بلاده الشام أو دهما ما يبقى ديه بلاد الشام طاعون طاعون ما عرف الناس دتكي أن كسن مثله وسؤاك القط وليشو فجعل ما يبقى قد قري طاعونك يحسد الناس دتكي أن سشفا حسدا شفو أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مركزي ميلجري وقائد الجيش بهاي عمر رضي الله تعالى عنه أبو عبيدة إذا وهل ذاي كانوا يمنك الضوالي فما كان من عمر بن الخطاب عمر هجيما بكهانب إلا أن وجه إلا إن يسهدر ما هنا رسولا لن رسول وهدر إلى أبو عبيدة وهدر برسالة ورقلان قري يقول في أسؤلي إني أنا بدت لي ما يبها إنموغتي إليك أذهق حاجة باها لا غنى لي عنك فيها وأنا كنك كمارا مكرن فإن أتاك كتابي كتابك هوبك إنكوي ليلا همين هوبك إنكوي فإني أعزم عليك ما يبك قؤاميي ألا تصبح إني أدوى وابري سنة حتى تركب إلي إلى غين كرت هوب كتابك همين كنكوي همين كاسمي الأنبري ذو حقا جيف وإن أتاك نهارا هو بكتابك مارنك كوينا فإني أعزم عليك مبكي قؤاميي أو كي أتكيي الله يمسي الله تمسي إني هذا أو قلبي سنة منك الميلان برينا حتى تركب إلي الله تمسي حتى تركب إلي هو مارنك كوينا ولبوها منك ذو جتك جرتك قلبي فلما أخذ أبو عبيدة مركوس قاضي كتاب الفاروق وكتابك سأخري يقال مير أبو عبيدة
قد علمت أجادي حاجة أمير المؤمنين إلي باهظة أو لي أمير المؤمنين فهم فهو أمير المؤمنين يريد ما يبفضاه أن يستبقي أن يسر هذا من ليس بباقي أن يرده من يره بفضاه يعني داعون كاس أو ميلك لي دات كيما داما طماضها يان يميل أبو عبيد أيك قال لي ميلها كويت ساسقر شدي سايد أبو عبيد أنا فهم ثم كتب قري أبو عبيد إليه عمر قري يقول سئله يا أمير المؤمنين إني أنا قد عرفت كسي حاجتك إلي باهذا ولا تكسي وإني أنا في جند من المسلمين عيدما المسلمين تأواقد أهجر ولا أجد بنفسي نفتين مهلو رغبة عن الذي يصيبهم إني أنا كهرة ولا يكر عيدما رأس المسلمين تأه لبك الديرو إني أنا نفتي أنا لكهرة ما أرغو ولا أريد ما نفضو فراقهم إني أنا كتبه حتى يقضي الله إلى إلهي حكم فيه وفيهم أمره أن إيوب أمرك إله إلاني كديو إني هكتاب مفضو فإذا أتاك كتابي جوابته بك إن كويت هذا كان إيه فحللني إعفه يعني أمرك هذا دائي سيدي أنا كعذر دار راهي وفحللني من عزمك قوانك أو ضاف أو أعفه وأذن لي إن أقوله بالبقاء إني أنا إذنك للروب فلما قرأ عمر وعمر مركي آخري الكتاب كتابك بكى أوي عمر حتى فاضت عيناه إله روجي إلى مها الشبان فقال له من عنده ذاتك سباليس روية ما أرينا لشدة ما رأوه وليه أرغن درنانتي من بكاء وإن تبتسى من أرينا أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أبو عبيدة وقل ماذا ميك داري فقال عمر ماري لا مي ولكن الموت منه قريب لكن جيردا كله أبو عبيدة يا جيردا انضه ولم يكذب من بين شيقنا ظن الفاروق عمر ما له اسم ملاي بين مناغ ناب إذ ما لبث ما بنقى ناب أبو عبيدة أن أصيب بطاعون إنك دي طاعونك فلما حضرته الوفاة قرر مركي أنكويتي أوسى در دارمي جنده عيدين جين در دارمي فقال مئري إني أنا أوصيكم سين در دارمي بوصية در دارة سين در دارمي إن قبلتموها إسن أقبلان لن تزالوا بخير خير كزولا أقيموا الصلاة صلاة دؤغا وصوموا شهر رمضان بلا رمضان نصوما وتصدقوا والصدق يسدا وحجوا حجيا وحجوا وحاوي كرية وحجوا حجيا واعتمروا عمر يسدا وتواصوا إنسدر دارما وانصحوا لتاليا وانخير ميرا وداعت أنغذا لأمرائكم ذاهدين ولا تغشوهم انخيانيتا غش انكسو بذن ولا تلهكم ايسا مشغولين الدنيا الدنيا ايسا مشغولين فإن المرأة قفك لو عمر هدل عمرسي ألف حول كنسنا ما كان له بدنا لغم عرمانه من أن يصير إلى إن يؤس هذا إلى مصرعي هذا حالك ندكسونا أنا سكر هذا لنكو كنسنها بنولده ما لن يحالكم كنوكسونا هذا الذي حالك مسرع أسترون إسن أرغاسن والسلام عليكم ورحمة الله ثم إن تسكدب التفت ميبا فيري أبو عبيدة إلى معاذ بن جبل فيري رضي الله تعالى عنه وقال مئر يا معاذ صلي بالناس معاذو نتكت جي ثم إن تسكدب ما لبث من جانب أنفاضت إني شوبا طيبت روحه الطاهرة روح ديس أو طاهر كهيت فقام معاذ معاذ سرمي وقال مئري أيها الناس الددو إنكم إسن قد فجعتم ما بلسين كأسيب أو لسين كنهي أو وايتنا برجل لن والله إلهي كدار ذي ما أعلم أن أغينا أني رأيت أني أنا أرغي رجل لن أبر صدرا أو كبار من بدن هبتها ولا أبعد غائلة وأنا كدار بدن خيانة ولا أشد وأنا كدر حبا جيلا للعاقبة عرب تدنبه ولا أنصح وأنا أنك نصح يوبذن للعامة دنوينها من سهجي فترحموا عليه النهر سذا يرحمكم الله إلهي سنهر سذا عبد الله المسعود وبالله توفيق.